بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم استكمالا لهذا الملف المهم اللي كنا قد بدأناه مع بداية يوم الأحد الماضي، الدستور المصري في الميزان الجزء السادس. هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول يا رب العالمين. تكلمنا مشاهدينا الكرام في حلقات سابقة، وتكلمنا وأكدنا حينما تحدثنا عن الدستور، وقلنا أن الدستور المصري بيحمل أشياء عديدة، فيه مميزات كثيرة، أيضا هناك سلبيات عديدة، ولكن المميزات كثيرة والإيجابيات كثيرة، وذكرنا منها مشاهدينا الكرام، وقلنا أن الدستور المصري بأول دستور في تاريخ الدساتير المصرية، لا يضعه فرد، ولا يأمر به فرد، ولا تضعه لجنة في غرفة مغلقة، وإنما جمعية تأسيسية منتخبة من الهيئات التشريعية المنتخبة، البرلمان مجلس الشعب، والذي قام بانتخاب 32 مليون في أول انتخابات نزيهة، ومجلس الشورى، وانتخبوا الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. قلنا أيضا الدستور المصري أول دستور بتضعه لجنة منتخبة من هيئات منتخبة، فهذه ميزة لم تسبق في تاريخ الدساتير، وهذه الجمعية التأسيسية 100 عضو و50 عضوا احتياطيا بتمثل مختلف ألوان الطيف في المجتمع المصري. وليس صحيحا أن الإسلاميين كانوا يستحوذون على النسبة الكبيرة في الجمعية التأسيسية للدستور، ولكن بالأرقام ثبت أن نسبتهم كاملة كانت لا تتعدى 40% من عدد المتواجدين في الجمعية التأسيسية بألوانهم وأطيافهم المختلفة. قلنا أيضا أول دستور في تاريخ مصر يوضع علنا وعلى الهواء، والتلفزيون ينقل جميع مناقشات الجمعية التأسيسية، وليست في غرفة مغلقة ككل الدساتير السابقة. قلنا أيضا مشاهدينا الكرام أول دستور لا تنفرد بوضع الجمعية اللي انتخبت لوضعه، إنما حوار مجتمعي لا نظير له شاركت فيه الجامعات والنقابات العمالية والمهنية وكل أطياف الشعب المصري. وقلنا إن عدد المقترحات اللي وردت للجمعية التأسيسية للدستور بلغ 35,650 مقترح. أيضا قلنا أول دستور في تاريخ مصر ينص صراحة على الانتماء الإسلامي لمصر، لم يحدث في دستور سابق. أول دستور يتحدث عن اعتزاز مصر بالانتماء إلى حوض النير. أول دستور بتوضح فيه أبعاد كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية. أيضا مشاهدينا الكرام، من ضمن المميزات اللي موجودة في الدستور، أول دستور ينص على استقلال الأزهر الشريف، وكذلك يتحدث عن مسؤولية الدولة في الحفاظ على منظومة القيم. وأول دستور ينص على المجلس القومي لحقوق الإنسان، وينص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف، وينص على محو الأمية في 10 سنين. وأول دستور ينص على نسبة من الدخل القومي للتعليم وللبحث العلمي. وأيضا 60% من مواد هذا الدستور جديدة مستحدثة لم يسبق لها وجود في الدساتير السابقة. وأول دستور ينص فيه على تحديد حد أدنى للأجور وحد أقصى، يعني أشياء عديدة. وأول دستور يوجب بتكريم شهداء الثورة وشهداء الحرب وشهداء الواجب الوطني ورعاية أسرهم. وأول مرة ينص، وهذه مهمة جدا، أول مرة ينص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا باستفتاء الشعب، وإذا قال الشعب لا يستقيل رئيس الجمهورية. أمور عديدة ومميزات كثيرة في هذا الدستور. وبأكد مرة أخرى أن الدستور ما هوش كامل، أن الدستور لا توجد فيه أخطاء، لا، الدستور فيه أخطاء، الدستور فيه مواد تحتاج إلى تعديل وتحتاج إلى تنقيح وتحتاج إلى إعادة لها من جديد، ولكن من خلال القوانين التي ستتم في مجلس الشعب. النهاردة مشاهدينا الكرام بنتكلم في حلقتنا النهاردة أيضا الدستور، بنتكلم عن الدستور والمواد الشائكة فيه، وتوضيح لعدة أمور شائكة في الشارع المصري الكل بيتكلم فيها، وفي حالة بلبلة موجودة في الشارع، محتاجين أن احنا بفضل الله رب العالمين النهاردة نزيل هذا الالتباس ونزيل هذا الشك، عشان تيجي في النهاية
تيجي تقول يوم السبت إن شاء رب العالمين تقول نعم ولا تقول لا، بإرادتك وباختيارك. ولكن إحنا بنقول نعم، بنقول نعم ليه؟ لعدة أمور كثيرة. قبل ما أرحب بضيوفي أحب أقول خبر مهم جدا، إن قرار جمهوري بإجراء الاستفتاء على مرحلتين يومي 15 و 22 ديسمبر أصدر رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي اليوم قرارا جمهوريا بأن تجرى عملية الاستفتاء على مشروع الدستور على مرحلتين، السبت 15 ديسمبر السبت القادم والسبت الذي يليه 22 ديسمبر. وتضمن القرار أن تجرى المرحلة الأولى السبت المقبل في محافظات، المحافظات اللي هيبقى فيها الاستفتاء على الدستور يوم السبت القادم 10 محافظات يوم السبت القادم: القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، أسيوط، سوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء. أما يوم السبت 22 ديسمبر يجرى الاستفتاء في 17 محافظة: الجيزة، الأليوبية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد، بني سويف، الفيوم، المنيا والأقصر وقنا. بإذن الله رب العالمين تعدي ويعدي الاستفتاء على خير، وإن شاء رب العالمين تكون مصر آمنة مطمئنة بإذن الله رب العالمين. هبدأ نرحب بضيوفنا من اليمين. معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور هشام راغب، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ورئيس مجلس إدارة جريدة الوسط الإلكترونية. أهلا وسهلا. أهلا سعداء بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا معالي المهندس صلاح عبد المعبود، عضو مجلس الشعب السابق وعضو الجمعية التأسيسية للدستور. أهلا وسهلا سعداء بحضرتك. الله يخليك. ربنا يوفقك كده إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. عايز أبدأ مع حضرتك من خلال أمور عديدة، إحصائيات كثيرة طبعا معانا إن شاء الله هنقول، ولكن عايز أبدأ مع حضرتك السؤال: لماذا كانت السرعة في إصدار الدستور؟ بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السرعة هذا قول فيه افتراء على جماعة التأسيسية. كلمات كثيرة قيلت: الدستور بيتسرق، الدستور بيتسرق، دستور بي، يعني كلمات كثيرة قيلت. الحقيقة يا أستاذ ملهم إحنا قعدنا في جماعة التأسية حوالي 5 أشهر أو يزيد قليل في نقاش داخل اللجان النوعية لمواد الدستور. أولا يعني للإيضاح للمشاهد، جماعة التأسية أصلا لما دعنا العمل قسمت إلى لجان نوعية: لجنة خاصة بالحقوق والحريات، لجنة خاصة بالدولة والمجتمع، لجنة خاصة بنظام الدولة واستطاعة الحكم، ولجنة خاصة بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة. دي هذه 4 لجان رئيسية داخل جمعية التأسيسية. كل لجنة بتناقش بعض المواد الخاصة بهذا الباب في هذه اللجنة. نقاش طويل، ويمكن إحصائيات كثيرة مذكورة. نحن عملنا داخل اللجان النوعية 1622 ساعة عمل، دي كلها مناقشات لمواد اللجان النوعية. نعم. عدد اللجان النوعية كان 409 لجنة نوعية عقدت في خلال 5 أشهر، وعدد الجلسات العامة كان 49 جلسة عامة. نعم. وكان عندنا عدد ساعات العمل في الجلسة العامة 240 ساعة. كل دي ساعات بذلت وجهود بذلت داخل اللجان النوعية وداخل الجلسة العامة لمناقشة المقترحات الدستور. كان نعمل مقترح ثم تأتينا مقترحات على موقع الإلكتروني أو لجنة الحوارات المجتمعية، ثم نعيد مرة ثانية صياغة المواد، حتى انتهينا بعد حوالي 5 أشهر من وضع شكل شبه نهائي مسودة للدستور. نعم. هنا بدأنا يبقى في جلسة عامة لمناقشة في الجلسات العامة نقشة هذه المواد التي تم الانتهاء منها داخل اللجان النوعية. كان عندنا جدول زمني حطينه من بداية عمل الجمعية، لينا 6 أشهر طبقا للإعلان الدستوري ننتهي من الدستور، وبعد 6 أشهر بعد نهاية العمل رئيس الجمهورية بياخد المسودة عشان يطرحها للشعب في استفتاء شعبي. احنا كنا واخدين جدول زمني نحن ننتهي بالضبط يوم 30/11 الماضي، كده بيكون عدينا بالضبط من الوقت 5 أشهر ونصف والباقي عشان الاستفتاء الشعبي. نعم. فاحنا في آخر ليلة اللي هي الليلة الأخيرة اللي كان دايما نتكلم فيها، اولا مواد الدستور في كل دستور العالم لابد ان يصوت عليها مره واحده، مش حاجه اسمها اصلا نصوت النهارده ونروح نيجي بكره نصوت تاني بقيه المواد. كل المواد بتطرح قراءه واحده، قراءه نهائيه، ويصوت عليها الحاضرون مره واحده ماده ماده.
وده اسلوب عمل الدساتير. فاحنا دخلنا اخر يوم كان الساعه 3 عصر الخميس، وخرجنا الجمعه الصبح الساعه حوالي 7 من 7 ل 8 صباحا. كل ده في عمل متواصل، نخرج نصلي ونرجع تاني، ناكل مثلا ناكل لقمه ونيجي تاني، عمل متواصل. فده ما كانش سلق للدستور ولا سرعه في الدستور ولا تسرع، انما ده جدول زمني ماشيين عليه وانتهينا فعلا بالفعل طبقا للجدول الزمني المعمول به. فاحنا ما كناش بنناقش مواد، ما كنا بنصوت على المواد التي نقشت بخلال 5 أشهر ونصف، والنهايه تم صياغتها وتصويت بس موافق معترض ليس اكثر من ذلك. لم نكن هناك مناقشه ولا مواد جديده ولا تعديل في المواد، انما فقط مجرد تصويت على المواد لكي توضع في شكل نهائي تذهب الى رئيس الجمهوريه ليستفيد عليها الشعب. طيب في كلام دكتور معالي المهندس صلاح عبد المحمود ان وده اتقال من ناس محسوبين على التيار الاسلامي، بيقول ان الدستور الجديد لا يحقق العداله الاجتماعيه. دايما احنا عاوزين اللي بيتكلم يتكلم بنصوص ومواد. كلام مرسل يقول الدستور، يعني انا عايز اقول برضو وللحق من ساهم في صناعه الدستور بيقول ده افضل دستور في الدنيا، ومن لم يساهم ومن لم يقرأ الدستور يقول ده هذا أسوأ دستور في الدنيا. كلام كتير. فأنا أقول للمشاهد اقرأ وتدبر وفكر ثم اذهب إلى الصندوق فقول نعم أو لا. بقول لك الأول هذا دستور، اقرأ هذه المواد وبعناية، المواد الواضحة واضحة، إذا أشكلت عليك مادة اذهب إلى من تثق إليه من أهل القانون يفسر لك هذه المادة، أو من كان في الدمان التأسيسية يفسر لك هذه المادة. بعد أن تقتنع تماما وتكون رؤية واضحة اذهب أقول نعم أو لا، هذا هو الإنصاف. ما بقولكش قول نعم ولا أقول لك قول لا الآن، لكن اقرأ. فواحد يقول أصلا ما كانش لا يحقق عدالة اجتماعية، فين اللي في الدستور من مواد الدستور يعرض هذا الأمر؟ دستور حضرتك دستور فيه كمية كبيرة جدا 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 من يعني عايز أقول لك حق المسكن، حق الرعايه الصحيه، الحريات الكثيره موجوده في الدستور التي لم تكن مسبوقه من قبل، ولكنها حريات منضبطه بضابط الدوله والمجتمع. الباب اللي احنا عشان بس البعض يقول اصلا ايه حريات تؤدي الى كفر، كلام احنا سمعناه برضو من بعض المعترضين ان في رده وفي كفر وفي يعني كلام عجيب بالدستور. كل الكلام ده حضرتك منضبط بالماده 81 في الدستور اللي بتقول ان تمارس كل الحقوق والحريات داخل هذا الدستور طبقا لباب الدولة والمجتمع من هذا الدستور. اللي فيه المادة الثانية المادة الحاكمة الضابطة التي بتنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وتفسيرها المادة 219 في آخر الدستور. لكن الدستور حقق آمالا عريضة، حدد حدا أقصى وحد يعني أدنى للأجور والمعاشات، لم يكن هذا موجود من قبل، المعاشات لم تذكر من قبل. الدستور هذا حضرتك وضع معاشا للعماله المؤقته غير منتظمه، ومعاشا لصغار الفلاحين موجود في هذا الدستور، لما كنت ذاكر من قبل كان الفلاح قبل كده ليه معاش؟ ابدا، كان يطلع من ارضه وخلص ارضه خلاص، اذا مات ملوش معاش، الان اصبح في معاش للفلاح البسيط. وبالنسبه لتوزيع الاراضي على الفلاحين طبقا للعداله الاجتماعيه والماده تنص على ذلك، كل شيء في الدستور شيء انا شايف من وجهه نظري ان هو جيد على الاجمال، لكن الافتراءات والكلام المرسل اللي بيبقى كلام من غير ضوابط هذا كلام يعني لا صح، لابد ان نقرا ونتدبر قبل ان نحكم على الاشياء. جميل. دكتور هشام محتاج اتكلم معاك في بعض الامور السياسيه عن اسباب حده المواجهه بين الاسلاميين والعلمانيين. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أنا أعتقد أنه المواجهة الحالية بين الإسلاميين والعلمانيين في الحقيقة هي فيها برضو إجابة لسؤالك الأول عن هذا الخلاف اللي موجود الآن على الأرض حوالين الدستور. أنا أعتقد أن معظم الشبهات اللي بتثار الآن حوالين الدستور هي شبهات سياسية وليست في صلب الدستور، وليست في صلب الدستور. النهارده سمعت لبعض الناس في بعض البرامج بعض المواطنين ممن يقول نعم او يقول لا، فبعض الذين يقولون لا انطلت عليهم بعض هذه الشبهات، يعني بعضهم يقول اصل الدستور ما لهوش توافق كما يقال ليل نهار في الاعلام.
ولكن الحقائق يعني وسياق الأحداث غير كده تماما. أعضاء الجمعية التأسيسية تم التوافق عليهم بالكامل أيام المجلس العسكري، وكان المنسق لهذا الأمر هو الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وكان متحمسا للغاية لهذا التوافق، لدرجة أنه لام لوما شديدا حمدين صباحي أنه انسحب من الجمعية قبل أن تبدأ. قال دي احنا متفقين امبارح بالليل نيجي النهاردة ده يحصل؟ ثم كما سمعنا ظل يعني هؤلاء الأعضاء اشتغلوا في الجمعية قرابة 5 أشهر مع بعض. معظم مواد الدستور نضجت وتم التوافق عليها خلال هذه الأشهر 5، عدا مواد قليلة. بعضهم أثار شبهة إن 6 أشهر دي غير كافية والآن إحنا مزنوقين في الوقت إلى آخره. خرج الإعلان الدستوري بمد الجمعية 2 آخرين استجابة لهذه النداءات، وكان في فرصة حوالي 10 أيام ولا واحد رجع من المنسحبين إلا 2. طب أنت قلتوا المدة قليلة، الآن تم مد هذه المدة. سمعنا أيضا بعض الشبهات السياسية يقول لك إذا كان الرئيس مد 6 أشهر طب ما كان يمد أيضا فترة التصويت عن 15 يوم بعد تقديم الدستور. طبعا القانونيون قالوا أن ده لا يجوز أبدا إلا باستفتاء آخر، أما 6 أشهر مدة الجمعية التأسيسية فهذه مدة تنظيمية، بل يجوز للجمعية نفسها أنها تمدها، أما إذا قدم الدستور لابد أن يستفتى عليه في 15 يوم، وإلا لا يستطيع الرئيس أن يمد هذه المدة إلا باستفتاء شعبي آخر. اللي عايز أقوله طيب إما إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ نعتقد أنه المعارضة الحالية الحقيقة بتقع في خطأ جسيم عندما تتصور أن خصمها الرئيسي هو التيار الإسلامي. أي ده خطأ جسيم جداً. خصمنا وخصم المعارضة هم فلول النظام السابق الذين يسعون سعيا شديدا الآن لإجهاض الثورة وإفشال الثورة، وهذا الخطأ الاستراتيجي في تفكير المعارضة الآن يعني يؤدي إلى تصعيد الأمور إلى ما يعني تحمد عقباه. خلينا نرجع لورا شوية، كيف قامت الثورة؟ الثورة قامت بداية بمجموعات من الشباب أكثرهم ليس له أي انتماء فكري، فمجموعة شباب صغار في السن كانوا هم الشرارة الأولى لهذه الثورة. بعد ذلك الذي دعم هذه الثورة لا شك التيار الإسلامي والتيار الليبرالي لا شك، فهؤلاء كلهم هم رفاق الثورة. قامت هذه الثورة ضد الاستبداد وضد نظام مبارك. لو اختلفنا الآن للدرجة التي تسمح لفلول النظام السابق أنهم يجمعوا نفسهم ويضعوا نفسهم في الصورة، هذا أمر في منتهى الخطورة. وأنا لازم طبعا في كده يعني لا يمكن نتغافل عن الكلام اللي قاله الدكتور البرادعي، بل كتبه في مقال له، ولازم نقوله مرة واثنين وثلاثة، لأنه راجل مسؤول، بل هو المنسق العام لجبهة الإنقاذ بتاعة المعارضة. فعندما يكتب بنفسه أن هناك تحالف للمعارضة تدعمه قوى النظام السابق ضد المشروع الإسلامي، هذا تفكير غلط بالمرة، هذا توجه غلط بالمرة، وهذا هو سبب الإشكالية اللي احنا فيها الآن. طبعا في خلافات حادة بين الإسلاميين والعلمانيين، اختلافات فكرية لا شك، والذي يهون من هذه الخلافات يبقى واهم، لكن الذي يجمعنا في مصلحة هذا الوطن في هذه الفترة ينبغي أن يكون أكبر من هذه الخلافات. تمام. الذي يفعله البعض الآن من محاولة الإقصاء والقضاء على الآخر، هذه محاولات عقيمة وغبية. لو أي طرف فكر في أنه لابد من إقصاء الآخر هذا واهم، هذا أسرع طريق لإفشال هذه الثورة. ارتضينا طريقا، طريق الحوار السياسي والمواءمة السياسية، فلابد أن نمضي في هذا الطريق إلى آخره. ولذلك في الحقيقة يعني أنا أناشد المعارضة السياسية إنها تراجع نفسها في هذا الأمر.
خلاف المعارضة مع التيار الإسلامي، خلاف على الأداء السياسي في المجتمع. صحيح في خلاف فكري عميق لا شك، لكن هذا الخلاف لن ينتهي، هذا الخلاف موجود من عشرات السنين، وهذا الخلاف يعني لا ينبغي نحن ندلس على الناس ونحطه من خلال مواد الدستور. دكتور البرادعي أمس أو الأمس يوم الاثنين كان عامل حوار، أنا شاهدت هذا الحوار والله حزنت حزنا شديدا، لأنني أعرف أنه يقول بما لا يعتقد. يقول عن هذا الدستور أن هذا الدستور المفروض أن يوفر الحريات العامة، وهذا الدستور ليس به حريات. هذا كلام أي مواطن يقرأ باب الحريات في هذا الدستور هيدرك على الفور أن هذا الدستور متقدم جدا في هذا الباب. هذا الدستور متقدم جدا في هذا الباب، من أول الحريات الشخصية للحريات السياسية لحرية الإعلام، حرية الصحافة، حرمة البيوت، حرية التنقل، عدم جواز أن أي مواطن يتوقف كده في الشارع ويتفتش إلى آخره. كل هذه الحقوق صارت مصانة الآن. فكونوا يقول هذا الكلام، هذا كلام غريب جدا. وبعدين يقول أنه الآن وضعنا مؤسسة دينية هي المرجعية على كل قوانين البلد. أين هذا من الدستور؟ هذا مش موجود في الدستور أبدا. مؤسسة الأزهر لم ينص أبدا على مرجعيتها في أي شيء أبدا يخص قوانين البلد، إلا فيما يخص الشؤون الدينية كما ورد في المادة الرابعة. إذن المعارضة السياسية الآن أخشى أنها معارضة ضد التيار الإسلامي وليست معارضة على مواد الدستور، لدرجة أن مقدمة الحوار مع الدكتور البرادعي في الحقيقة من الإجابات اللي سمعتها الست كانت يعني مذهولة. قرأت له كده من ورقة قالت له لو أنه ينبغي على الدكتور مرسي رئيس الجمهورية أنه يخرج في التلفزيون الرسمي ويكلم الأمة ويدعو إلى حوار. قالت له دكتور برادعي هذا كلامك بالحرف، والرئيس في اليوم التالي دعا لهذا الحوار ثم أنت تقاطعه؟ ألا أصل الحوار مش جاد؟ قالت الحوار مش جاد، أنت رفضت الحضور أساسا. إلى أنها في نهاية الحوار قالت له بالحرف، قالت له أنا من الإجابات اللي أنت بتقولها هذه كلها إجابات صدامية، ليست إجابات من يطلب الحوار. قالت له أنت بتجاوب كأنك مقاتل، أسلوبك مش أسلوب الحوار. قالت له اللي أنا شايفاه حتى أنه في عمق الموضوع وأساسه وقلبه هو عدم ثقتك في التيار الإسلامي، مش موضوع الدستور ولا مواد الدستور. فأنا أرجو من في الحقيقة جميع المواطنين إن هم لا يدلس عليهم بهذا الكلام السياسي، هذا كلام السياسيين. أمامنا الدستور موجود، اللي يقول لنا المواد ننظر في هذه المواد، اللي يحاول يلبس أي حاجة أو يقول أقوال مرسلة زي ما سمعنا من المهندس صلاح يقول أصل الحريات العدالة الاجتماعية. النهارده سمعت واحد بيقول اصل هم ما نصوش في الدستور على عدم ان هم يعني يحضروا العماله بتاعه الاطفال، وبالتالي الناس هتشغل الاطفال في المصانع ولا، وهذا مش موجود في اي دستور في العالم، لا يمكن ينص، لان في مجالات الاطفال بتشتغل فيها زي المجالات الاعلاميه والافلام والتلفزيون، زي الاعمال الصغيره بتاعه الاسر، واحد عنده دكان ولا واحد عنده كذا يوقف ابنه فيه او بيه. وهذا موجود في كل دول العالم، بل بينص فيه في القوانين هناك ان هذا مسموح به ولا يحظر حظرا تاما في الدستور الى اخره. فالمقصود اللي اقصده في خلاف حاد موجود، ارجو ان هذا الخلاف التيار الاسلامي على الاقل يعني لا يؤجج هذا الخلاف. انا عارف ان الاستفزازات شديده جدا جدا، وبسمع في بعض المقاطع على الانترنت شتايم وسباب من الإعلام العلماني للتيار الإسلامي، لكن التيار الإسلامي تيار مسؤول، ينبغي أنه ينظر يعني نظر المسؤولية، والشعب سيميز إذا رأى حسن الخلق والتزام الأدب وعدم اللجج في هذه الخصومة السياسية على حساب الوطن. الشعب سيميز هذا. جميل. مهندس صلاح، في بعض الشبهات المثارة حول الدستور وفي مسألة الشريعة الإسلامية بيتقال إن كل الأحكام التفصيلية للشريعة في المعاملات بأنواعها والعقوبات وما شابه ذلك ليست من مبادئ الشريعة،
ولا تدخل في المادة المفسرة. تعال نرد على الاستفسار والشبهة دي ببساطة حضرتك، بس ببساطة بعد هنطلع لفاصل من أجل أن احنا نستقبل الدكتور محمد محيي عضو الجمعية التأسيسية للدستور، من أجل أن هو يعني نسعد به ويشرفنا ونستكمل حوارنا مع الدستور المصري في الميزان بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، والفرحة جائزة كبرى سنعود به.